السلام عليكم مجموعة الضوال، ياك لباس ياك بخير، شحالكم مع الصحة؟ لباس الحمد لله. هذا اللي معاكم علي ولد زفاطي. اللي عندكم تصنتوا لهذا الاوديو، اللي اخبار الخير اخبار تفرح، الله يعمل دامة عافية ان شاء الله. اللي كنت ضريك عند فترة القراش، اللي ضريك اللي له الساعة، والله الساعة قل ربع بعد حق، والله الساعة بعد غد 20 دقيقة حق. وقيمت من عند الفترة مقافي ومزلت عند الحاسي، ونص علينا عارض متين ما شاء الله يا مولانا، وتميت فيه ضريك عادل الحمد لله، ما يقارب من ساعة قل 20 قلت لكم والله، ومازال ماشي علينا. ذا هو انا ضريك، ما فت الحق المراح، ما تيد قديت نمشي، وانت ما تاب قد تحرق، ودير البلا ذا بركت فوق رقه ونتوف. الا للتوضيح اخترنا نوافوكم بالاخبار، هذا بعد راني قلت لكم انا عالي ودا زفاطي. الا كيف قعدتكم فم حق بعد شرقي من هون مبيني مع لوج الوتات، راني ماني عارف لوشي، وتسلي من هون مبيني مع زملة الدبش، تسلي شرقي راني ماني عارف الام اللي شي هذا، راه لا القدم اللي لحقت انا يا غار بعد يا غار بعد تبارك الله. هذا بعد القويرات كاملات اللي داروا عليهم الطلح وذا الشي كامل بقى لا يجري من اللي ما تبارك الله. اول حدا برانكم تعرفوه هو الصلب واعر اللي سيلوا حق بعد، هو الحمد لله الله يعمل دامه عافيه. هذا بعد راني اكدت لكم انا حق بعد، ومرحبا راني مزدت لين نزيدكم هم اللي من ذا النوع. السلام عليكم، قربت في دار تشربتكم، شحالكم؟ لباس بخير يا مرحبا بكم، والسلام معكم عمر الدار احمد زين. شوفوا يا الواد، راهو الواد قال لكم جاي من فوق، عيط لي قبيل بوست حسن ودباره، وقال لي عن كساد جايب القاده تجيب من الملقى، قالها له حد القاده تجيب من المراه جايبته، وقال لي قول للواد اللي عنده مشي من الحيوان يمرقوا، راهو لا يعرف عليه. وزين الرساله راهي لحقتكم يا التوفدار. السلام عليكم اهل الواد، ياك لباس ياك بخير، سالمين ياك بخير، ياك ما عندكم باس ياك ما عندكم باس، راهو خنق السكوم جاي، ردوا بالكم يا اهل الواد، خنق السكوم راهو جاي، واللي عنده حيوان في الواد يمرقوا ويكمشوا، راهو خنق السكوم جاي وجاي اكساس، ردوا بالكم مع حيوانكم لا يبدي يكرفطوا علمنا الواد. Thank you.
السلام عليكم. يوم الاثنين 19 في الشهر 8 2024، هذا واد الساقية في قد فم السواد، على الساعة 6:30 مساء. يا مرحبا. مشارع صوت افتق هذا سبحان الله ما شاء الله يا ولد ما شاء الله شوف الفضل ركبه والله حط حط حط